فضل طلب العلم، بر الوالدين، الأمانة، فضل قيام الليل وغيرها في فضائل الأعمال. الاعتدال في المطعم والمشرب. للشريعة الإسلامية منهج إلهي شامل يتسم بخصائص منها التوازن والاعتدال، لذلك لا يوجد إفراط أو تهاون، حيث جاء في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في قصة شهيرة عن طبيب أجنبي أسلم، لما سئل عن سبب إسلامه قال: أسلمت على إثر حديث واحد وآية واحدة. قالوا له: ما الحديث؟ قال: الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإذا كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وأما الآية التي أسلم على إثرها قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقديما قال العالم العربي ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام. فضائل الأعمال.